في سياق آخر واستجابة لحاجات ومتطلبات العصر الحديث، بادر غبطة البطريرك بتسبالة إلى تأسيس مركز للتنشئة الدينية والروحية في الأرض المقدسة، موكلاً مهمة القيام على المركز إلى طاقم المعهد الكليريكي في بيت جالة بمشاركة أخصائيين محليين وإقليميين. وسيكون هذا المركز ملتقى تعليمياً لتطوير نوعية التعليم المسيحي في المنطقة من خلال توفير برامج تعليمية مجانية تساهم في إنشاء رابط قوي بين الكهنة وطلاب المعهد الكليريكي والمؤمنين. كما سيمنح مركز التنشئة الدينية في بيت جالة شهادات لمنتسبيه بعد انتهاء كل دورة تدريبية. ويشار أن البطريركية اللاتينية منذ تأسيسها في الأرض المقدسة هي رائدة في تأمين التعليم المسيحي للصغار من خلال مدارسها الرعوية في الأردن وفلسطين، وللبالغين من خلال مراكز تنشئة خاصة في الأراضي المقدسة.